نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: منع السباحة في 28 شاطئا لأسباب صحية، والأسبوع القادم وضع رقم أخضر للإبلاغ على التجاوزات المضرة بالشريط الساحلي. إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 493 مجتازا بينهم 90 تونسيا. حماس تعلن مقتل 3 رهائن، أحدهم أمريكي، بعملية الجيش الإسرائيلي بانصراط، والكيان الصهيوني يجدد رفضه أي صفقة لتبادل الأسرى. إلى التفاصيل. أهلا بكم. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، أشرفت اليوم وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على فعاليات يوم تحسيسي بشاطئ الزوارع من معتمدية نفزة من ولاية باجة، حول أهمية السلحفاة البحرية في المحافظة على التنوع البيولوجي، مؤكدة في تصريح لناجي الخلولي على أهمية هذه التظاهرة في التسويق للوجهة السياحية التونسية. هو حدث كبير من الناحية الإيكولوجية، ولكن أيضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، على خاطر من الناحية الاقتصادية يمكن من تسويق الوجه السليم هذا للبلاد متاعنا، حتى إذا السواح واللي يجيونا يزورونا من بلدان الشقيق والصديقة وينجموا يزوروا الأماكن هذه ويتعرفوا عليها، وأيضا من الناحية الاجتماعية. من جهة أخرى، كشفت وزيرة البيئة أن نحو 28 شاطئاً تم منع السباحة بها لأسباب صحية، ويتم العمل على إعادة تهيئتها لتكون جاهزة للمصطفين. الشواطئ الغير مسموح بها السباحة هي شواطئ تعينهم وزارة الصحة بالتنسيق مع الأطراف الكل، على أكثر من 500 شواطئ فما فقط 28 اللي هما ممنوع السباحة فيهم لأسباب صحية، وإن شاء الله التظاهرة هذه نقضي عليها رويدا رويدا. هذا وانتظمت ورشات حول تثمين النفايات البلاستيكية، إلى جانب ورشة حول حماية السلحفاة البحرية على صعيدين الوطني والإقليمي. من جهته، أكد المدير العام بالنيابة لوكالة حماية الشريط الساحلي وتهيئته مهدي بالحاجة في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوكالة تعمل باستمرار على مراقبة محتوى التراخيص من قبل أعوانها والحرس الوطني الخاص بالحرس البحري، مضيفا أن الوكالة ستضع خلال الأسبوع القادم رقما أخضر على ذمة المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات التي تضر بالشريط الساحلي. ثم مراقبة ومتابعة، والحقيقة مش كان من الأعوان تاع الوكالة، معنا هون زملائنا في الحرس الوطني الخاص بالحرس البحري اللي يراقبوا معنا محتوى التراخيص وتجسيمها على الميدان، وإذا كان فما مخالفات نحروا محاضر مخالفات وتقع المراقبة تاعها وتنبيه على المستغلين واللي الناس اللي أسندنا لهم رخص باش ما يتجاوزوش التراخيص تاعهم، خاطر من حق المواطن يلقى فين يقعد جاد أو في الملك العام، وفما المراقبة مستمرة، اللي عنده ريكلاماسيون يتفضل يقولنا عليها وإلا يكلمنا بالهاتف ولا صفحة التواصل الاجتماعي. والجديد في الموضوع ده قريبا إن شاء الله الأسبوع القادم باش نضعوا خط أخضر على ذمة المواطنين باش أي ريكلاماسيون ولا أي مشكلة يكلمونا بالوقت، نبعثوا بريقات فوريا. أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة اليوم بأنه من المنتظر أن يتم أحداث 276 نقطة حراسة بالشواطئ، وتعيين 152 عون إشراف لحراسة الشواطئ والإشراف على السباحين المنقذين. وأكد معز تريعة أنه تم تحديد الحاجيات لانتداب نحو 2290 سباحا منقذا لهذه الصائفة، مبرزا أن الإدارة المركزية للديوان الوطني للحماية المدنية قد قامت منذ غرة جوان الجاري بمراسلة الوحدات ذات مرجع نظر شاطئي لدعوتها للانطلاق في التركيز التدريجي لحراسة الشواطئ. تمكنت الوحدات الأمنية بإصفاق قسم إحباط 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 493 مجتازا بينهم 90 تونسيا. كما تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض على 9 أشخاص مفتش عنهم من منظمين ووسطاء في عمليات الهجرة غير النظامية.
أعلنت وزارة التربية سلوى العباسي تلقي الوزارة أكثر من 100 ملف، منها ما يتعلق بالنقل التعسفية والإعفاءات والعزل، بالإضافة إلى ملفات فساد أخرى تتعلق بديوان الخدمات والإعاشة، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستحال على أنظار النيابة العمومية. توا تجاوزنا المية ملف. أول شيء بدينا لمن كانوا ضحايا نقل تعسفية وإعفاءات ونقل ومعناتها إيقاف عن العمل، فما حتى عزل، فما ناس تعزلت قاعدين نرجعوا نشوفوا أسباب العزل وإمكانية إرجاعهم للعمل، وفما مظالم، فما ملفات فساد ستحال إلى النيابة العمومية. هي أساسا متعلقة بديوان الخدمات، الإعاشة، ملفات إدارية ومالية، شبهات فساد، اختلاس، شبهات أخلاقية، تحرش سواء بنساء أو بتلاميذ. أكد الناطق الرسمي للإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري أنه في إطار الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج، تم تعزيز المعابر الحدودية بالعناصر البشرية والتجهيزات اللازمة، كما قدم لدى تدخله في إذاعة الشباب جملة من النصائح تتعلق بتوريد العملة الصعبة والحالات التي تستوجب التصريح. بالنسبة للديفيز هو ما فيهوش إشكال، هو فقط معناه يلتزم بالإجراءات وبقوانين الصرف ومناشير البنك المركزي. توريد العملة كما تعرفوا اللي هو حر، يعني ما ثماش سقف بتاع التوريد، ينجم يوردوا جميع المبالغ اللي يحبوا عليها، فقط هما مطالبين بالتصريح إذا كان يتجاوزوا ما يعادل 20,000 دينار يلزم يصرحوا، وإلا إذا كان المبالغ اللي باش يجيبوها باش يقوموا بإداحة في حساب بنكي كيف كيف يلزم يصرحوا ألونتري، وإلا إذا كان كيبداوا مروحين باش يرجعوا معاهم ما يعادل أكثر من 5,000 دينار تونسي كيف كيف يلزمهم يصرحوا ألونتري. المبالغ هذه يلزم تصرفوها عند وسطاء المقبولين اللي هم يا اما البنوك يا اما البريد يا اما مكاتب الصرف اليدوي، يردوا بالكم على ما تصرفوش فلوسكم في المارشي نوار. كيف كيف المبالغ اللي تجيبوها بعد ما تصرحوا بها يصرح لمده سفريه واحده، معناها ما تجيبش تجيبها وتخليها في تونس وتمشي تسافر وتعاود ترجع، هذيك مخالفه. دونك المبلغ اللي صرحت به اذا كان باش تسافر يا اما ترجعه معاك يا اما تقوم بايداعه في حساب بنكي يا اما تصرفوا دينارات تونسيه. في خبر وطني آخر، وتحت شعار تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستديم وشامل في إفريقيا، تلتئم النسخة السابعة من المؤتمر الدولي تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 24 و2000 يومي 11 و12 من جوان الجاري في تونس من تنظيم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. ومن المنتظر أن تتميز هذه الدورة بحضور وفود إفريقية وعالمية من أكثر من 65 دولة، فضلا عن أكثر من 1000 مشارك تونسي. رئيس مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أنيس الجزيري أوضح في تصريح للأخبار أن فعاليات جانبية ستنتظم خلال هذا الحدث الدولي للاستثمار في تونس كبوابة نحو القارة الإفريقية. تميز هذه الدورة بحضور إفريقي خاصة وعالمي كبير جدا، حيث أنه أكثر من 65 دولة أكدت مشاركتها، أكثر من 1000 مشارك من الأجنبي، وهناك أكثر من 1000 مشارك تونسي للدورة هذه، اللي هي ستتميز بتخصيص جانب منها كبير لموضوع التصنيع في إفريقيا ومحاولة أن تونس السوبوزيشن في مجال التحويل في البلدان الإفريقية ومساعدتها على تطوير صناعاتها. هناك عدد كبير من اللقاءات الجانبية، على سبيل المثال الهند والصين وكوريا الجنوبية وبولونيا والأردسي وكوديفوار، مشي نظموا خلال هذا المؤتمر فعاليات جانبية مهمة ومهمة جدا لتقديم مجال الاستثمار في البلدان هذه، وخاصة تقديم البعد الثلاثي والاستراتيجية الثلاثية بين هذه البلدان وتونس وإفريقيا. كما تعرفوا مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ديما يحب موقع تونس كبوابة نحو القارة الإفريقية، ووفود كبيرة جاية من أوروبا ومن آسيا ومن أمريكا للاستثمار في تونس كبوابة نحو القارة الإفريقية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. ونمر الآن إلى الشأن الفلسطيني، حيث أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلفت 283 شهيدا و814 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع آخر الأحصائيات لمجزرة الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في مخيم منصيرات يوم أمس إلى 274 شهيداً وأكثر من 698 مصاباً. وفي الضفة الغربية المحتلة أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 6 فلسطينيين خلال اقتحام مستوطنين وجيش الاحتلال اليوم قرية عريف جنوب نابلس، كما احتجزت قوة الاحتلال سيارة إسعاف في مدينة نابلس. ويواصل جيش الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 9125 اعتقال في قطاع غزة. على الصعيد السياسي، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قالت إن 3 من الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قتلوا خلال عملية جيش الاحتلال التي نفذها في قلب مخيم منصيرات وسط القطاع أمس لاستعادة 4 أسرى إسرائيليين. وأشارت القسام في رسالة موجهة إلى أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية إلى أن أحد الأسرى الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية. وبثت القسام صورا للأسرى الذين قتلوا في فيديو أكدت فيه أن الوقت ينفد، في إشارة إلى تقلص المدة الزمنية المتاحة لإبرام صفقة تبادل. في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده بعدم وجود صفقة لتبادل الرهائن مع حركة حماس، لأن إسرائيل لن تتخلى عن استكمال أهداف الحرب حسب قوله. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدم خطة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك في خطاب ألقاه يوم 31 من مايو الفارط، عرض خلاله مقترحا إسرائيليا بهذا الشأن مكونا من 3 مراحل. مجزرة منصيرات أمس كانت صادمة ومروعة، كشفت مجددا طبيعة حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وجعلت احتمالات الهدنة ووقف إطلاق النار موضع السؤال وقيد المجهول. تقرير نجيب بن جنت. المجزرة المروعة التي نفذها الكيان الصهيوني أمس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أكدت مجددا حقيقة النوايا الإسرائيلية وحلفائها وما تضمره من تمويه ومغالطات وتضليل حول طبيعة الهدنة المنشودة في قطاع غزة. ففي الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار، تأتي مجزرة النصيرات فاضحة لمخططات صهيونية أكثر بشاعة هدفها تحرير الرهائن بخيار القوة لا بمنطقة التفاوض المطلوب. الصحفي والمحلل اللبناني علي يحيى يوضح. الولايات المتحدة كانت ملتزمة بأمن إسرائيل المطلق، لكنها في نفس الوقت وبسبب عقم الحل الميداني وانتقاله من قطاع غزة إلى جبهة لبنان إلى باب المندب بدأت تحاول فرملة الاندفاع نحو الانفجار الإقليمي الشامل، وبالتالي بدأت تدعم الذهاب إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار، تدعو إلى وقف إطلاق النار، لكنها في نفس الوقت تحاول تأمين قوة حل فتها الاستراتيجية في المنطقة. لكن لا شك بين هذا وذاك جاءت العملية التي نفذت بالتعاون الميداني والتكتيكي الأمريكي من أن تنعكس سلبا على دور المفاوض الأمريكي، وهذا سيكون له لا شك انعكاس على عملية التفاوض، لكنه لا يعني أو انتهاء المفاوضات. شهداء وجرحى بالمئات لتحرير 4 رهائن فقط، أرقام وحقائق تكشف طبيعة حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزة وتدفع بمبادرات وقف إطلاق النار نحو المجهول. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. منع السباحة في 28 شاطئا لأسباب صحية، والأسبوع القادم وضع رقم أخضر للإبلاغ على تجاوزات المضرة بالشريط الساحلي. أحبطوا 14 عملية اجتياز للحدود البحرية خلصة وإنقاذوا 493 مجتازا بينهم 90 تونسيا. حماس تعلن مقتل 3 رهائن أحدهم أمريكي بعملية الجيش الإسرائيلي بنصيرات، والكيان الصهيوني يجدد رفضه أي صفقة لتبادل الأسرى. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.